السلام عليكم. اليوم يبعث 8/4/2022. هذا الطير يمكن تذكرونه، اللي اول تذكرين مياوزين نتيه، فيلم نزله من زمان من غراب الحمام. زين، هذا الطير شلنا الفحل الاولي على اساس ياخذ راحته، قلت بخلي هذا مالي ما اخذ الابيض، وباضت نثيته الأولية فرق واحد وما صمل، تالي طولت ما باضت شلتها. شيخ خالد الله يعطيه العافية أعطاني ذاك اليوم المفروض نثيتين، والله واحد كنا فحل كنا فحل ما كنا نثية. زين، بيض ويا الزرقاء وأشوفه ما صول، قمت وسويت طريقة أبو تركي الوزان الله يحفظه اللي هو التصميم، نتفت الجناح ويا العصعص ويا هني قرضناه، هذا كله قرضناه وعطيناه اربع حبات او خمس في الاسود، وانا بنطالع التجربة صحيحة ولا مو صحيحة، وانا اعطيكم خبر بعدين. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم. يلا سلام.